إذن إخواني الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا الفيديو. هذا الفيديو سيكون ميني كورس، يعني إن صح التعبير. إذا فهمت هذا الفيديو لن تحتاج إلى شراء كورسات بمبالغ كبيرة. كتكلم عن الكورسات بروفيسيونيل 7000 دولار 8000 دولار. كذلك لن تضطر إلى حضور مؤتمرات يعني تقدم فيها معلومات برايفت. هذا الفيديو إخواني الكرام هو هدية مني لكم. كنتمنى منكم فقط أن تستوعبوا هذه المسائل وتطبقوها. نعم، أهم شيء عندي الاستيعاب والتطبيق. والتطبيق الإخوان، قبل ما كنمر خطوة التطبيق لابد من الالتزام. أوكي، عاهد نفسك، يعني كلنا الإخوان كنعرفوا بأن كاين أشياء خارج على السيطرة، لكن الالتزام مهم جدا. أولا إخوان، قبل ما نتكلم في ما يخص الأمور الفنية، سأتكلم في الأمور النفسية. أتمنى منك أرجوك أن تركز معي في هذا الفيديو تركيز تام، واكتب إذا اضطررت أن تكتب هذه المسائل، فسيكون عندك فرصة كبيرة جدا 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 في أن تغير من حياتك. هذا الفيديو مجاني إخواني الكرام، معلومات ما أقولكش الثمن، أنت لا تحدد بنفسك. استمع هذا الفيديو وحدد أنت قيمة هذه المعلومات وثمن هذه المعلومات. إخواني الكرام، قبل ما نبدأ في مسألة الشرط، أوكي، يعني في الأمور التكنيكال، سأبدأ بالشق النفسي. الشق النفسي الإخوان، وأرجوكم ركزوا معي الإخوان. أولا، دائما يجب أن نعرف أن الإنسان اللي دخل العملة الرقمية عنده problem أو مشكل أو دافع أو سبب، يعني شي حاجة بالدارجة المغربية اللي خلاتك ترتمي لأحضا هذا المجال. أوكي، شيء قد يكون مشكل، قد يكون الفقر، قد يكون بغض النظر على الرغبة في المال. أوكي، بغض النظر على الرغبة في المال، كاين سبب مباشر. ربما مثلا قد نجد موظف مسؤول الحال، اوكي، لكن يطمح الى المزيد. لكن قد نجد شباب عاطل العمل ليس له يعني ثمن سيجاره. وقد نجد مثلا بعض الناس اللي عندها الملايين وتريد ان تضاعف. كاين الناس اللي عندهم مليارات وتريد ان تجد فرصه في مجال العملات الرقميه. اخواني الكرام، مهما كان هذا السبب، عليك ان تكون عارف له. فقط اكتب ما هو السبب الذي جعلني ارتمي الى العملات الرقميه. اوكي، سير معي خطوه بخطوه من الالف الى الياء، من الالف الى الياء. اذا السبب الذي جعلك ترتمي الى احضان العملات الرقميه هو السبب الذي سيجعلك تلتزم. The commitment. اوكي، التزم، لان اذا كان فقط سبب بسيط فاعتقد ان ذاك السبب لن يترك لك، يعني اليوم تخسر غدا تخسر، تعتزل. لا، اذا كان عندك هدف فعلا تريد ان تصله، التزم به. فقط حدد لي ارجوك ما هو السبب اللي جعلك ترتمي لاحضان العملات الرقميه. هذا الاخوان الشيء الاول، او المعلومه المهمه الاولى. كنجيو الاخوان المساله الثانيه، الا وهو علينا ان نفهم بان هذا المجال، اوكي، ليس مجال بسيط، بل مجال عالي المخاطره، هاي ريسك. اوكي، يعني ماشي مجال بسيط لي كما يروج في الانترنت، كما يقال في الانترنت، واخي احسن مجال في العالم هو الكريبتو ماني او الكريبتو كرنسيز، ارمي فقط اموالك دولارات 100 دولار ستصبح. هذه المسائل الاخوان غير موجوده. نعم، كاينين الناس اختصاصيين في اقتناص مشاريع جديده، اقتناص عملات من القاع، اقتناص تجميع، كاين استراتيجيه كيمشي عليها. نعم، كاين هذه المسائل، لكن الريسك موجود. اوكي، الريسك موجود. كاينين اناس اختصاصيين مثلا في العملات بريسال، اللي قبل ما كتظهر في السوق كيشتريها هو بريسال قبل الاصدار، وكيكرر العمليه 4-5 مرات، لكن في هذا المطاف قد يخسر كل شيء. يعني الاخوان، الريسك موجود، السوق عالي المخاطره. اوكي، يستطيع انه يزيد في ضغط الدم عندك، يزيد كذلك من نسبه السكري في الدم، قد يشكل لك بعض الامراض العقليه وايضا الامراض النفسيه ولما لا. اذا اخواني الكرام، لابد لنا ان نعرف ان مجال عالي المخاطره، نتعامل معه ببرودة أعصاب. يعني هما الإخوان كيصعدوا السوق من بعد كينزلوا أوفر، ما كاين شيء ثاني. كلمة تسمع المشروع الميتافيرس، الـ NFTs، عملة سوف تصعد إلى القمر، العملة ستكون إلى المريخ، العملة ستفعل وستفعل، مجرد كلام. القاعدة اللي كتمشي عليها العملة الرقمية قاعدة غتفهمها إن شاء الله في هذا الفيديو، لكن فهمت ارجوك مساله واحده، ان الجانب السيكولوجي مهم جدا. يعني هما السوق كيصعدوا السوق كينزلوا. كنجيو الاخوان للمساله الثالثه اللي هي مهمه، لا باسيونس او الصبر. اوكي، الصبر، يعني كيف الصبر اخواني الكرام؟ هذا السوق
اغلب الناس اللي نقدر نقول لك 90% منهم اللي ربحوا الاموال من هذا السوق بواحد الشكل كبير جدا هم الناس اللي عندهم كيمتازوا بالصبر. وهذا الاخوان بحث يعني تقدر تقول ستاتستيك احصائيه قمت بها بنفسي. الناس الناجحين سالتهم بعض الاسئله كنشوف بان القاسم المشترك الاخوان هما ناس انهم يعني بغض النظر على حتى اتقانهم للسوق جانب الصبر كيغطي على ذاك الجهل كامل. يعني قد يشتري عمله مثلا اكس في رقم معين اوكي مثلا هنا امامنا هذه العمله على سبيل المثال يشتريها هنا والسعر مثلا قد ينزل برقم كبير جدا. يعني الاخوان حتى هذه ماشي مساله انك يعني تقول ان صافي نشري بهذا الرقم وابيع لا لا اسمعني فقط وستفهم. يعني مثلا هنا السعر نزل به 70% لكن عاد مره ثانيه واعطى ما يقارب 490%. كاين الاخوان بعض الناس اللي تشتري في ارقام وتبيع تشتري اليوم تبيع هنا تشتري غدا تبيع هنا تشتري هنا تبيع هكذا. مساله الصبر عليك ان تكون فيها الى الاكستريم كما يقول الى اقصى درجه عليك ان تلتزم بالصبر الى اقصى درجه. هذا السوق يعني ليس لليوم والغد هذا السوق للمدى البعيد جدا اوكي خصوصا بعض العملات الرقميه التي اسست لهذا الغرض. وكاين الاخوان ايضا العملات اللي ستجدها بهكذا صعود وهبوط مثلا هنا صعود ثم بومب ها هو الان كينزل السعر. ستجد في هذا الفيديو ايضا قاعده للتعامل مع هذا النوع من العملات. اذا اخواني الكرام الصبر مهم جدا كما قلنا علينا ان نلتزم بالصبر الى ابعد درجه. الصبر عند الهبوط والصبر عند الصعود. يعني اخي ماشي انت الصبر مثلا سنه من بعد العمله تصعد بك 10% وتبيع. لا صبر مثلا هنا الاخوان العمله مشات اكثر هذا فقط مثال اكثر من 2000%. ممكن خذ منها انت 500 600 المهم اللي يكفيك. بطبيعه الحال القناعه ايضا جزء من اللعبه القناعه جزء من اللعبه. اذا لم تكن لديك قناعه فان محفظتك ستكون مثل سفينه من دون ربان في البحر. تارة تصعد من 50,000 إلى 200,000 تارة تنزل إلى 30,000. يعني خذ لك هدف تحدده بناء على قناعتك. القناعة أيضا مهمة جدا. إذا أخواني الكرام الجانب السيكولوجي كما قلت جانب مهم جدا جدا وعلينا أن نلتزم به إلى أبعد درجة ممكنة. وعلينا أن أيضا أن نعرف بأن هذه الأسواق كلها إذا صح التعبير حرب نفسية حرب نفسية أوكي. يعني لا يوجد شيء ثاني يمكن ان اعرف به هذا السوق سوى انه حرب نفسيه يعني لزعزعه الايادي المرتعشه اوكي بعد ذلك ضربها وجعل الناس تخرج ويبقى فقط كبار اللوبيات وكذلك الاشخاص التي لها الصبر والتي لا تزعزع والتي تتمكن من هذا المجال بواسطه هذه الامور. اذا اخواني الكرام هذه المساله النفسيه مهمه جدا جدا كتجيب مساله مهمه اخرى هو الجانب التقني واتمنى منك ان تركز اكثر في هذا الجانب. الجانب التقني اخواني الكرام من الامور ايضا المهمه جدا جدا. الجانب التقني ما هو؟ اخواني الكرام استطيع اني اضع لك واطول عليك في هذا الفيديو واضع لك الشموع الانعكاسيه واضع لك كذلك اتجاهات وهذه المسائل. لكن اريد منك ان فقط ان تركز على اللب الاساسي في هذا الفيديو حتى تعرف كيف تؤكل الكتف. اخواني الكرام يعني لا اعرف صراحه من اين ابدا لكن نحاول ممكن ان نبدا بواحد الطريقه بسيطه حتى لا يصعب على الجميع انهم يجدوا مشاكل فيما يخص فهم واستيعاب العملات الرقميه. بخلاصه اعطيك العصاره اللي ستقيك شر الخساره وجرب ورد علي من بعد. اخواني الكرام في الجانب التقني اولا شيء اسمه الشراء في الاخضر اوكي يجب عليك ان تبتعد عليه لان غالبا من بعد الاخضر سيكون هنالك احمر. طيب ستقول لي هنا مثلا هنا يعني مثلا هنا انت تقول لي ابتعد على الاخضر. طيب انا اشتريت هنا مثلا وساضيع عليه فرصه تقريبا 1000% كيف لا اشتري انا اشتريت في الاخضر وربحت. طيب هذا ايضا من ضمن الاسئله لكن سير معي خطوه بخطوه. اخواني الكرام لابد لنا ان نعرف بان اولا هنالك شيء اسمه توقيت الشراء. توقيت الشراء اسمعني ارجوك توقيت الشراء. توقيت الشراء ما هو؟ توقيت الشراء يكون قد يختلف سواء عملات كاينه اللي كتمشي مع البيتكوين عندما يصعد البيتكوين تصعد معه وكاين اللي ضد البيتكوين وكاين الاخوان اللي كتمشي بشكل منفرد كل مره يعني حسب نوع العملات. لكن هنا اللي كيهمني اخي انك تعرف لي ارجوك قاعده واحده ما هي؟ كل عمله عليها ان تدخل وتبدا بهذا السايكل ثلاثه مراحل داخل وان سايكل. السايكل الواحد يكون فيه ثلاثة مراحل. كيف؟
مرحلة الإخوان من المرحلة الأولى الإخوان الكرام، مرحلة اللي دائما كيكون فيها يعني الطرح الأول كتجي فيها التصريف. لهذا كنقول للشباب دائما بتعيدوا على عندما تضع لك باينانس عملة، أوكي، لا تشتري منها. أعطيك على سبيل المثال عملة لازيو مثلا، هذه العملة، هذا الإخوان الطرح الأولي العملة. كاين الناس الإخوان اللي كتقامر، وسميها دائما وأقول هذه الكلمة وأتحمل مسؤوليتي، تقامر هنا مثلا العملة تصعد وتنزل تصعد وتنزل تصعد وتنزل وصلت حتى 85 دولار، هنالك من اشترى 85 دولار، سيلتزم بالصبر لأنه سمع بأن الصبر جيد. ماذا سيفعل؟ هو الآن خسر أكثر من 90%. نعم، لكي يعود إلى نقطة الصفر كم سيحتاج؟ كم سيحتاج؟ كي يعود إلى نقطة الصفر سيحتاج أقل شيء كم؟ 71 دولار، احنا بدينا تقريبا يحتاج 1100، حلم آخر أصلا. إذا إخواني الكرام نبتعد دائما على مرحلة يعني مرحلة البومب، مرحلة اللي كتتم وضع فيها العملة، لا تشتري إليك تلك العملة. والإخوان ماشي فقط في أي منصة كيف ما كانت، لأن في المرحلة الأولى الإخوان غادي يحاولوا ما أمكن الكميات اللي جابوها برمجوها من الصفر اللي ما كتساوي ولا شيء، أنهم يقوموا بتصريفها على الناس، أوكي، سيقوموا بتصريفها على الناس حتى يعني يقتنعوا بالبيع، لأن كل كود سيباع برقم معين يبدأ من 85 دولار 50 دولار، كمية من هنا كمية من هنا هكذا 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 هكذا، يعني هما حتى إذا وصلوا لكل واحدة بدولار فهو رابح لأن قيمتها أصلا صفر. إذن إخواني الكرام نكون فاهمين لهذه المرحلة، مرحلة البومب أو مرحلة الطرح الأولي للعملة، تفادى الشراء أخي، تفادى الشراء أقل أكثر. لا سمعت قالوا لي، تفادى الشراء. ربما العملة قد يكون فيها، لا تفادى الشراء فقط، خلي العملة تمشي. ذهبت إلى المليار دولار وترك هذا المبلغ، نهاية العالم؟ ليست نهاية العالم. سأريك هذه الطريقة أخي، التزم بها وأرد علي من بعد. إخواني الكرام مرحلة ما بعد، مرحلة ما بعد الطرح الأولي ماذا يأتي؟ كتجي مرحلة البومب، يعني الإخوان مرحلة البومب، العملة كيتم طرحها قيمتها صفر، أوكي، مرحلة كيتم طرحها. كتجي مرحلة الدومب عفوا، مرحلة اللي كتبدا العملة في الهبوط. من بعد مرحلة الهبوط الإخوان كيكون هنالك في بعض الأحيان هبوط مبالغ فيه، ثم بعد ذلك الإخوان تبدأ العملة بالارتفاع. في بعض الأحيان قد يكون لدينا مرحلة هبوط ثم مرحلة كتعرف بالأكيوميليشن فيس أو مرحلة التجميع، يعني رد بالك من هذه الكلمة أخي، إنها كلمة مهمة. مرحلة ماذا؟ مرحلة التجميع، ثم بعد ذلك تبدأ العملة في الانطلاق. وغالبا إذا دخلت المرحلة في مرحلة الأول تايم هاي، مرحلة عفوا التجميع، غتجاوز الأول تايم هاي. الأول تايم هاي ما هو الإخوان باللغة الإنجليزية؟ هو أعلى سعر حققته. مثلا إذا قلت لك ما هو الأول تايم هاي في هذه العملة، ستجده هنا مثلا في كم أول تايم هاي، يعني أعلى سعر حققته العملة تقريبا 98 دولار، أوكي، مثلا هذا هو الأول تايم 100 دولار، يلا تقريبا 100 دولار، هذا هو مثلا الأول تايم هاي. يعني غالبا هذه المرحله. مثلا اخواني الكرام هذه عمله اللازيو، عمله اللازيو دخلت في مرحله من الهبوط، الان ستاتي مرحله من التجميع. من بعد مرحله التجميع ربما الاخوان قد يكون لدينا مرحله ثانيه من الهبوط، لان الان كيعرفوا بان كاين الناس اللي كتعرف هذه المعلومات. فدائما اخي عندما ستصل مرحله الهبوط ومرحله التجميع، عليك ان تكون انسان ترفع من نسبه التزامك. لماذا؟ لأن عندما سيقاربون إلى إصدار أخبار مهمة، إصدار أشياء مهمة، ماذا سيفعل؟ غالبا سيضغط عليك من أجل أنك تبيع وتخرج. لأن الإخوان نفس الأشخاص التي باعت ب 85 دولار 50 دولار هي من سوف تشتري مرة ثانية هنا. أنتم الإخوان إذا أردتم أن تقضوا على الماركت ميكر، تقضوا على هذا الحيتان، هذا المجرمين، لا تبيعوا لهم العملات. أعطيك أخي السر الكافي، لأنه هو من يمتلك أكبر كمية من الكعكة، سيصرف، سيضطر إلى لكي ينزل السعر، سيضطر إلى بيعها. يعني مثلا واحد عنده 1000 بيتكوين، سيضطر إلى بيع والضمب. مثلا عندما سيبيع ذلك 1000 بيتكوين، عليك أن تعرف بأنه يضغط على السوق ونزل برقم ثاني، ما زال عنده اليو اس دي تي لكي يشتري من القاع. إذا أنت إذا احتفظت بعملتك ولن تبيع له، سيضطر إلى أنه يعطيك ثمن مرتفع أو تضيع عليه الفرصة. وهكذا كما كنقولوا بالدارجة المغربية، غادي تربى
نعم سيتعلم كيف مرة ثانية لا يقاتل الأسماك، لأن الإخوان نحن نعلم بأن الحوت يبتلع الأسماك داخل السوق، لكن إذا كنتم أسماك مسمومة فباستطاعتكم قتله. أوكي، سيخاف منك، سيراكم وسيهرب. لا يمكن أن تغير من حجمك، لكن عليك أن تطور من كفاءتك وتصبح السمكة مسمومة، إذا ابتلعك يموت. أوفر. يعني الحل الوحيد لكي تكون هكذا، ماذا تفعل؟ اشتريت عملة برقم مثلا 11 نزلت بك الخمسة، don't sell. اسأل دائما نفسك من يشتري منك بذلك الثمن. أوكي، لا تظن بأن هنالك ناس تشتري، غالبا الإخوان غير موجودين عند الناس، خصوصا في المنصات الكبرى. اللي موجود الإخوان هو أن هنالك حيتان نفسها تبيع وتشتري من تحت عندما يتم الضغط على الناس، لأن الإخوان هما من اللي كيبيعوا الكمية. أوكي، فكاين مثلا على سبيل المثال 10 مليون وحدة، 10 مليون وحدة، الحوت يسيطر على 8 مليون. أوكي، تعلمون الإخوان إذا باع كم ستنزل العملة؟ قيمة 8 من 10، يعني ما يقارب تقريبا 80%. أوكي، 80% غتنزل العملة. ماذا سيفعل عندما ستنزل 80%؟ سيبدأ بالبيع والتصريف، بيع 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 بيع، عندما ستنزل العملة إلى $1، وسيضع طلب مثلا شراء كم، نقول مثلا 10 مليون دولار، باع 8، يعني سيضطر إلى بيع، يطلب 8 مليون وحدة. أوكي، سيطلب 8 مليون وحدة من نفس السعر. ماذا سيحدث؟ نفس الكمية ستعود مرة أخرى، لكن هم الإخوان لا يقومون بهذا العمل. يشتري اليوم 20,000، ثم بعد ذلك 30,000، 50، 100,000، 150,000، 200,000، 300,000، 10,000، 5 وحدات، 20 وحدة، 100 مليون وحدة، كذا ذلك يصل إلى المليار أو الرقم اللي يريد. أوكي، فكيتم دائما الشراء بكميات، وفي بعض الأحيان قد يشتري هو، قد يبيع لنفسه. تصوروا الإخوان أن الألغوريثم كيمتلك مثلا 100 مليون دولار و100 مليون وحدة من تلك القطعة، فهو من يبيع وهو من يشتري. تصوروا الإخوان، لماذا؟ لكي يضغط على السعر أنه يبقى في القاع، وهكذا سيبدأ بالضمب ضربة واحدة باليو اس دي سي ويشتري من تحت. أوكي، فهنا الإخوان خصنا نفهموا هذه المسألة. كاين في بعض الأحيان الحيتان كتخسر الأموال من أجل أنها تحطم عملة لكي تشتري، لأن عارفين بأن من بعد ما سوف يسيطر على الكمية سيربح فيها 2,000 3,000 5,000%، بعد ما خسر مثلا 20% ولا 30%. فخصنا نفهموا هذه المسألة إذن إخواني الكرام. مرحلة الضمب مرحلة خطيرة جدا، مرحلة اللي كيتم فيها الضغط على الناس من أجل أن تخرج، مرحلة من أجل جعل الناس تبيع من القاع وتبيع كذلك في القاع، وهم من سوف يتمسكون بتلك العملة. الإخوان لو تلتزم فقط بقاعدة أن كل ما ينزل بك السعر لا تبيع فقط بخسارة. إخوان كتعرفوا بأن هذا لا تبيع بخسارة، صراحة لم يسبق لي أن قلت لكم هذه الكلمة، لا تبيع لي بخسارة، خلتني الإخوان ندخل في صراع مع كبار صناع السوق. ستقول هذا مجنون، هذا بارانويا، هذا إنسان كيقول كلام. أنا الإخوان كنقول ما كيهمنيش، قل ما تشاء، أرجوك التزم لبالك. Don't sell in loss. أوكي، لا تبيع بخسارة. لديك خسارة مثلا 10,000 دولار، ما كتسماش أخي خسارة حتى أنت تضغط على سر زر البيع، لأن أنت ما دخلش في السي اف دي، أنت ما دخلش أخي في عقد أوبشن مثلا اللي سوف ينتهي مثلا في ضغط معين وعليك أن تلتزم بالخروج. لا أبدا. أوكي، أبدا. عندك 100 مليون وحدة، نزل بك السعر، عندك سيولة عزيز، ليس لك سيولة، انتظر. مش بالضرورة إخوان نختار فقط العملات اللي يكون فيها مشاريع ممكن أن يكون فيها طفرات. إذا مرحلة إخواني الكرام مرحلة الأكيموليشن فيس قد تأتي في بعض الأحيان، وكيف بعض الأحيان إخوان بعض العملات اللي ممكن تبدأ بهذا الرقم بهذه الحركة مثلا هنا. أوكي، ثم تبدأ بمرحلة تجميع بهذا الشكل، بعد ذلك تنطلق. وأعطيكم مثال إخوان، هذه إخواني الكرام مثلا التفيول. أوكي، التفيول على سبيل المثال كما تشاهدون، شاهدوا معي الويكلي، لاحظوا الإخوان ماذا حدث في التفيول مثلا في هذه المرحلة. ماذا حدث؟ يعني لدينا بومب كان قيمته كم؟ قيمته الإخوان تقريبا 3,000%، يعني من بعد اختراق الأول تايم هاي كتوضع بعين الاعتبار أن أقل شيء ممكن يوصل السعر هو 3,000%، يعني هنا كنتكلموا على تقريبا هذا الرقم اللي هو 0.78، غالبا سيكون أحد الأهداف. أوكي، لكن الإخوان مثلا في مرحلة الأكيوميليشن فيس تضع خط على أدنى سعر وصلته العملة،
كتلاحظ حركه تجميعيه من بعد ظهور موجه صاعده، اوكي؟ يعني من بعد ما تظهر عندك هذه الموجه الصاعده، وكيكون اخواني الكرام مرحله الضمب، يعني تكلمنا على مرحله الضمب. شوف معي هاد الاخوان مثلا، كاينين الناس على سبيل المثال اللي كانت عندهم تفيول 0.05 0.02، يعني شاف ان السعر نزل ب 42% بدا في الهبوط. يعني الاخوان مرحله الشراء قد تكون في مرحله الضمب او مرحله الاكيوميليشن فيز. لهذا في الصيف من الاخوان نحن دخلنا في مرحله ماذا؟ مرحله الضمب. يعني من بعد مرحله الضمب الاخوان ستاتي مرحله اكيوميليشن فيز او مرحله الشراء. لان كاين بعض الشباب قالوا اخي انت اشتريت في القمه. اخي انت لا تعرف حتى ما معنى القمه. القمه الطوب راه كتجي من بعد مرحله بومب، لان الاخوان هذه كتعتبر قمه. هذه قمه صح ام لا؟ لكن هذه قمه داخل قمم ادنى من سابقتها، اوكي؟ اذا هذه قمه نعم اشتريتها هنا من القمه، لكن هذه القمه مادام انها في ماركت كونديشن، انها في ماركت كونديشن دومب، فلا تعتبر قمه. يعني اخواني الكرام الحوت مثلا هنا من هذه المنطقه قد يشتري منك هنا كميات كبيره، وسيعرف ان السعر سينزل 80% 81% ويفرح اكثر ويشتري اكثر. لكن هنا الاخوان على سبيل المثال هنا الماركت كونديشنز هي قمه، لكن ماركت كونديشنز لهذه القمه ليست لهذه القمه. ارجوك ركز معي، الماركت كونديشنز لهذه القمه ليست لهذه القمه. يعني دائما عليك ان تختار القمم والقيعان بناء على ماذا؟ بناء على اسلوبها الخاص. اوكي، شوفوا هنا الاخوان على سبيل المثال هذه قمه التفيول عند الطرح الاولي في الباينانس. بدأنا بالهبوط بالهبوط بالهبوط، بعد ذلك الإخوان تعود العملة وتنطلق، أوكي؟ وتنطلق. شوفوا الإخوان مثلا هنا التفيول، هذه توصية اللي أخذنا فيها الكثير، ذهبت إلى أكثر من 8500%، أقل شيء إخوان الشباب حققوا منه كم؟ 1000 2000%، 3000، وكاين اللي أكثر من ذلك. إذا إخواني الكرام سأعطيكم أيضا بعض الحالات أيضا اللي ممكن تكون خطيرة جدا تكون فيها تلاعبات. هذه الإخوان السيلر، اوكي، عمله السيلر. شوفوا الاخوان ماذا حصل، انظروا الاخوان ما حصل هنا، كان كارثيا. شوفوا الشباب مثلا العمله كانت ب 0 فاصله اوكي 0.3، ثم بعد ذلك بدات بالانهيار بالهبوط بالهبوط الى ماذا؟ الى 3.8. يعني هنا الاخوان الكثير من الناس تقول يعني هذا الانهيار مشروع سكام وكذا وكذا. طبعا الحال الاخوان لان هذه المسائل بايننس هي اللي كتقوم بها، باش نكون معكم صريح، بايننس هي اللي كتقوم ببيع الكميات على الناس بواسطه طبيعه الحال يعني او بشراكه مع مؤسس العمله. اذا الاخوان كما تشاهدوا هنا العمله فقدت كم من قيمتها؟ فقدت 96% من قيمتها. بعد ذلك الاخوان من نفس القمه الى نفس القاع، اوكي، من القاع الى القمه 3150%. يعني الاخوان مرحله الضومب عندما تشاهد ان هنالك ضومب حاول ما يمكن ان تقتنص الفرصه. لكن هنا الاخوان كاينه مساله مهمه جدا، ارجوكم كاينه مساله مهمه جدا علينا ان نعرفها. ما هي؟ كاين الاخوان غالبا تاتي بالفيبوناتشي بهذا الشكل، اوكي، فيبوناتشي ريتريسمنت، اضغط على هذا الشكل هكذا، اضغط دبل كليك، دبل كليك، اوكي، نغير اللون هنا وان كالر، نعمل اللون الاسود. شوفوا الاخوان ضغطوا ارجوكم هنا على 5 ليفلز بيست اون لوج سكيل، 5 ليفلز based on log scale. اذا لم تقم باختيار هذا الفيبوناتشي ما غيمتدش بشكل كبير وغيعطيك واحد الارقام اللي هي اصلا غير صحيحه. فاضغط على هذا الاداه، على هذا عفوا هذا السيلكشن هنا الاختيار، بعد ذلك اعتمد على هذه المنطقه. شوفوا الاخوان هنا فقط باعتماد هذه المنطقه هكذا اصبح واحد بان الاسعار ستحترم الفيبوناتشي وستبقى كذلك لو تعتمدها بالفايس فيرسا. شوفوا الاخوان هكذا اداه بسيطه جدا، اوكي، بسيطه جدا تغنيك على شراء معلومات وكورسات بملايين الدولارات، اوكي، ملايين الدولارات. ناتي مثلا هنا الاخوان سنغير اللون على سبيل المثال باللون الاحمر مثلا هكذا. اخوان هل الصوره واضحه ما اعتقد ام لا؟ طيب هكذا نقوم بتكبير نوعا ما الخط. شوفوا الاخوان مثلا مرحله الضمب، يعني انا كنكون عارف انني في مرحله الضمب، ممكن مرحله الضمب الاخوان تمشي من 3 أشهر حتى سنه، مرحله كامله من الهبوط والهبوط والهبوط. دائما الاخوان عندما تريد ان تشتري، شوف مثلا عندك موجه هنا بدات في الهبوط، اوكي، انت اخي تعامل مع دائما الموجه بهذا الشكل. اما انك تشتري وتبيع مثلا هنا كتلاحظ بان الاسعار وصلت لهذا القمه الى القاع وارتدت من هنا وتشكلت القمه ادنى من القمه، اذا لابد للسعر انه سيكمل الهبوط وكان عندك ارتفاع ب 200%. او انك تشتري مثلا اذا اشتريت من 0.05 فيبوناتشي باللون الاسود هنا مثلا
على سبيل المثال ارتكبت مثلا خطأ، فبإمكانك أخي أن تشتري مرة ثانية في حالة ما أن السعر نزل إلى 2.61 كمية الأولى هنا وكمية الثالثة هنا. تريد أنك تتعامل مع السعر بمنطقيته، ماذا ستفعل؟ كل ما ينزل السعر من مناطق أن تقوم بشراء، يعني مثلا عندك 0.03 كهاي، أوكي 0.03 كهاي، غالبا غالبا الأسعار ستنزل إلى ما دون 0.01. يعني أنت مثلا عندما تشتري من أقل من 0.01، شوف هل فعلا هنالك احترام في بوناتشي أم أن الإشارات ما زالت هابطة. يعني دائما مرحلة الشراء الإخوان كتكون صعبة في مرحلة الضمب، لأن اللو لكي تقتنصه ما كيكون شيء سهل، لكن احنا كنقوموا فقط بالبريدكشنز، بحيث انه مثلا على سبيل المثال السعر بدا في هذه الشمعه، سيبدا بالهبوط ارتفاع مره ثانيه ثم ذلك هبوط، انت ماذا ستفعل؟ بكل بساطه اخي حاول ما امكن تركز على 1.61 فيبوناتشي الى نهايه الموجزه، غالبا كتكون في الاربعه، اوكي من بين 1.61 الى الاربعه فيبوناتشي. يعني الاخوان تصور معي ان مرحله الشراء في عند الحيتان بدات من 0.01 وانتهت عند كم؟ عند 0.01، اوكي 0.01 الى 0.01. قد تقوم انت بعمل ثاني، ما هو الموجه عند الاخوان؟ مثلا في القمه في 0.03 بدات في مرحله الهبوط وهو مرحله الضمب، ماذا ستفعل؟ غالبا اخي اذا شفت العمله فقدت اول 60% اوكي من 50 الى 60% حاول انك تشتري. يعني هنا الاخوان مثلا القمه هنا الى القاع 50% كم؟ 0.01. اطلق دائما هذه الارقام، 60% كم الاخوان؟ تقريبا في منطقه 0. المهم نفس المنطقه، عندما تشتري الكميه الاولى من بعد الهبوط، يعني هنا ما كنقولش انك تشتري من هنا لكن تكمل من هنا المنطقه، اوكي حاول انك تعمل مره ثانيه 50% اخرى. اذا 50% اخوان كم؟ كم ساشتري؟ تقريبا 0.04 الى 60. تقول ان تلتزم 60 هكذا، اوكي يعني 60% مثلا 0.04، يعني سالتزم بهذه المنطقه مثلا 0.04 هكذا وساغلق المحفظه، لان غالبا الاخوان هذا استثمار وليس تداول. نعم قد يكمل السعر الهبوط، اذا شفت اخي ان لديك كميه ثانيه والسعر بدا يعني ينزل اكثر ممكن تعزز ثلاثه كميات. اذا كنت تريد ان تلتزم 50% 50% 50% او 50% واحده ستكون جيده، لكن الاخوان دائما حاولوا ما امكن ان تلتزموا بتمسك بالعمله، لان هذا هو السر الحقيقي. مثلا اشتريت من هذه المنطقه 0.4 والسعر كمل الى 0.01، ممكن اضيف كميه اذا كانت مثلا 50% اخرى ستضاف الي، اذا لم يكن فبطبيعه الحال اترك الامر يذهب، وهكذا انا سوف استفيد بطبيعه الحال من عوده الاسعار الى ما كانت عليه. شوفوا الاخوان بعد ما كتنتهي مرحله الصعود ماذا حدث؟ كتبدا مرحله اخرى من الصعود، شاهدوا معي وتلاحظوا الاخوان ان هنالك التزام حتى بمستويات الفيبوناتشي القادمه، اوكي امامكم فقط من قمه وقع السكشن الاولى والسكشن الثانيه باللون الاحمر اخوان، هذا فيبوناتشي اللي حنا وضعناه امامكم، كتلاحظوا ان كاين هنالك التزام حتى بهذه المنطقه. شوفوا الاخوان من 0. من هذا السعر اللي انت لو لم تصبر عليه كنت ستبيع بخساره، كم السعر اعطاك 2500% اوكي في اول موجه الى تقريبا 5000% لو تلتزم به. المرحله الاولى من هذه المنطقه كم انت حققت تقريبا 900% من 3100 9100. يعني الاخوه حنا ما كيهمناش اننا ناخذ الموجه كلها، كاين بعض الشباب يقول لك طيب انا اخذت لو لماذا السعر نزل؟ اخي ما كيهمكش، انت غتاخذ ارباحك، انت كيهمك ارباحك، انت كيهمك ان ال $1000 عندك تصبح 5000 تصبح 7000 تصبح 10000، تصبر عليها لا تصبر عليها هذه مساله تجاره، عليك ان تلتزم فقط بهذه المسائل. انا اللي كيهمني هو مرحله الضمب، والاخوان غالبا هذا السيناريو اللي حصل في السيلار ما كيحصلش كثيرا. انا عطيتكم الاخوان الاكستريم، يعني عطيتكم الاشياء اللي ممكن انه السعر يذهب بك في اقصى حدود التقدير، اقصى حدود التقدير. مثلا الاخوان على سبيل المثال مرحله من التجميع مثلا في عمله مثلا هنا ديكس، اوكي مرحله التجميع. شوفوا الاخوان هذه مرحله بومب، اوكي مرحله البومب كما تشاهدون امامكم واضحه، اوكي مرحله من البومب ثم مرحله التجميع. ماذا سيحدث؟ سيحدث بعد ذلك مرحلة أخرى من الارتفاع، سيحدث مرحلة أخرى من الارتفاع ستصل ما بين 100% إلى أكثر تقريبا من 300%، وغالبا الإخوان في بعض الأحيان قد نقوم فقط بهذه العملية بهذا الشكل، أوكي هكذا بشكل بسيط جدا. وتلاحظوا الإخوان أن هدف العملة سيكون 1.61 اللي هو $121، أوكي $80، 1.27 هو $58، وهكذا. يعني من هذه المنطقة لهذه المنطقة سيكون عندنا 800%،
نعم 800% ما بين تقريبا 58 الى 300% الى 800%. اوكي، مساله بسيطه جدا، اللي كيهمك هو انك تاخذ ارباحك وتخرج وتطلع، يعني لا تفكر اكثر من مره. مفهوم الشباب؟ مثلا المرحله اللي ايضا كانت مهمه جدا في عملات ماتيك، وهذه الاخوان لو رجعتوا الفيديوهات السابقه عندي ستجدون ماتيك ايضا تكلمنا على الماتيك. اوكي، هنا تشاهدوا يعني اخوان الناس اللي كتكلم الان على الماتيك، انا بالنسبه لي ماتيك الاخوان نعم جيده كعمله، لكن كان من الاحسن، ما نقولش ان هنا العمله مازالت قويه صراحه، العمله مازالت قويه، لكن الريسك الاخوان من الاحسن الانسان يتفادى الريسك. شاهدوا معي مثلا هنا على سبيل المثال مرحله البومب، ثم مرحله اكيوميليشن فيش امتدت من سنه 2019 حتى 2021. من بعد الاخوان ماذا حدث؟ ارتفعت الاسعار الى تقريبا 23000%. نعم تصدق او لا تصدق، وكنا الاخوان من السباقين بالمناسبه، والشباب راه ياكدوا لكم هذه المعلومه. اذا اخواني الكرام، كل ما عليكم فقط هو ان تقوموا بفهم هذه الاساسيات، ان مرحله البومب كيكون في او مرحله الطرح الاولي كيتم بعدها دومب، يعني في مرحله الدومب قيس انت 50% من القمه ثم 60%، ثم حاول تقيس هذه الارقام، لان الاخوان غالبا العمله قد تفقد ما بين 50 الى 90% من قيمتها في الطرح الاولي غالبا. في بعض الاحيان اذا كانت العمله مثلا بدات بشمعه صاعده ستكمل بهذا الشكل. انا اعطيكم مثال الاخوان، مثلا هكذا سبيل المثال سي 98. اوكي، سي 98 مثلا سي 98 اخواني الكرام تكون بهذا الشكل، او عرفت هذا الشكل مثلا، عرفت هذه العمله مرحله من الصعود بومب، لكن بدات في مرحله الاكيوميليشن فيس، مرحله الاكيوميليشن فيس. اخواني الكرام، هذه النوع من العملات في بعض الاحيان الالغوريثم قد يتلاعب بك. مثلا كما تشاهدون اختراق للاول تايم هاي، اوكي اختراق للاول تايم هاي، يعني ارتكاز على الاول تايم هاي، بعد ذلك الاخوان ماذا حدث؟ كسر وبدات الاسعار تترنح. في هذه الحاله اخواني الكرام اعتمدوا على شمعه الشهر، وحاولوا ما امكن ان تعرفوا بان كاين مراحل اخرى قد تدخل فيها العمله، يعني كل ما عليك ان تضع فقط هو السلكشن لو، هذا هو الشهر نهايه ادنى سعر في الشهر الواحد دولار. كذلك اخواني الكرام تضع الفيبوناتشي بهذا الشكل، اوكي تكون بهذا الشكل، ثم تركز على مناطق متدنيه اللي غالبا ستكون كما قلت ما بين 50 الى 90% في الاول تايم هاي. يعني شاهد معي مثلا هنا، هنا لديك تقريبا 6 دولار، يعني ما بين 50 اوكي يعني من هذه المنطقه تقريبا الى 90% اللي هي بطبيعه الحال منطقه 0.38، يعني عمله كانت ب 6 دولار تصبح مثلا ب 1 دولار او 0.75 ستكون جيده ك يعني كعمله للاستثمار. غالبا الاخوان رقم 90% قد تفقدها العمله، وهذا الشيء عادي جدا، وهذا النوع من العملات الاخوان اللي كيكون في هذا النوع من الحركات، يعني كون بومب ثم بعد ذلك اكيوميليشن فيس ثم ما مفهومش، يعني المساله كتلاحظوا هنا مثلا في الاطار الزمني الشهري اليومي عفوا، اوكي فحاول ما امكن تقتنصوا القيعان فيها فقط تخزنوا فيها العمله اذا كانت العمله بهذا الشكل وعندها مشروع قوي، او ربما الاخوان تفادوها بشكل نهائي. كان الاخوان مثلا اليس بالمناسبه الاخوان ايضا من العملات التي لها شان كبير جدا مستقبلا، وسيكون لديها اهداف بعيده الاجل. مثلا هنا الاول تايم هاي، اوكي كنجيو الاخوان كنشوفوا بان السعر اوكي كشمعه من هذه المنطقه الى هذه المنطقه لدينا ارقام كبيره جدا، كما تشاهدوا 1.27 في 300 دولار، كذلك 2800 دولار، والسعر الان اخواني الكرام ما زال اوكي يترنح في هذه المناطق. اذا اردت ان تعتمد فقط على مستويات بسيطه مبسطه، فبامكانك ان تقتنص احد القمم والقيعان مثلا هنا هكذا، ثم ستجد يعني تقريبا احترام لبعض المستويات، وتحترم كذلك حتى مستوياتك للخروج مثلا هنا 1.61 او نهايه موجه اخواني الكرام تشاهدون نهايه موجه عند 1000 دولار، هذا بطبيعه الحال المدى البعيد جدا. اذا اخواني الكرام اللي كيهمنا ماشي تحديد الاهداف، اللي كيهمنا مثلا الحركه من تشوفها بهذا الشكل، هذه الحركه الاخوان هي اللي تكررت في الماتيك، اوكي وغالبا في هذه الحالات الاخوان كيكون شان عظيم للعمله، ترتفع اكثر من 1000%، كما قلت اخواني الكرام قد ترتفع حتى لل 1000 دولار بطبيعه الحال اذا سارت مرحله التجميع بالشكل الوفي، كما تشاهدون الاخوان امامكم، يعني اليس من العملات القويه جدا جدا للمدى البعيد. اضيف لكم مثلا اخواني الكرام دوتش كوين، اقتنصوا انتم العملات بهذا الشكل، اوكي بهذا الشكل افضل،
يعني لا تبحثوا على اشياء معقده. دوج كوين مثلا اخوان شاهد معي، اوكي، مرحله من الاكيميليشن فيس ثم بومب، مرحله واضحه جدا. اذا اخواني الكرام، هذا كل شيء بالنسبه لهذا الميني كورس. تحياتي للجميع، لا تنسوا اللايك، الاشتراك في القناه والانضمام الى التليجرام. الى اللقاء.